هل يجب على الإنسان اتباع المجتمع وكل تصرفاته ليكون جزء منه؟ يعني إن خالف ما فيه هل يبقى انتماء لهذا المجتمع؟ هذا السؤال الأول. ثم كيف نتخلص من جعل المجتمع شماعة للتصرفات البشرية وبالأخص السلبية؟ خلينا نأخذ السؤال الأول، هل يجب على الإنسان اتباع المجتمع وكل تصرفاته ليكون جزء منه؟ الإنسان الحقيقي إذا ما خالف المعتقد ولا أضر في الأمن الوطني له الحق في التعبير عن كل ما يشاء في أموره الأذواق وخياراته إلى آخره، لكن المحاذير طبعا المعتقد وأمن البلد وما دونها له الحق. فلذلك تشوف أنت دائما احنا الحمد لله مجتمع منفتح والناس تعبر، يعني حتى لما تقرأ أعمدة الصحف تجد دائما يعني الناس تعبر عن آرائها.